الان متابع نترقب عبد الرحمن عادل. عبد الرحمن عادل كرة وسجل من خلالها المنتخب اليمني ثاني الأهداف. ثاني الأهداف يأتي للمنتخب اليمني عبر ركلة ثابتة. كرة يعني كانت ضعيفة في المستوى للأمانة، ما كانت بتلك القوة. وحارس منتخبنا الوطني توقع الكرة لكن سكنت الشباك، نتيجة تصعد من موقف منتخبنا الوطني في هذه البطولة. شوف الإعادة، شوف الكرة، كرة كانت سهلة، كان قادر اللي هو سيف خالد على إبعادها لكن الظاهر أنها شوف طبعا خانته.